يلعب الناخبون المتأرجحون أو الحاسمون غالباً دوراً مهماً في تحديد من سيفوز في تلك الانتخابات الأمريكية. من هم الناخبون المتأرجحون وكيف يصوتون؟ أولاً يفضلون لقب الوسطيين ولديهم بعض النفور من كلا الحزبين السياسيين الرئيسيين. هناك افتراضيين حول دوافعهم وفق تحليل واشنطن بوست. الأول هو أنهم في الأساس من الوسطيين ولهم وجهات نظر متقاربة ويصوتون لمرشحين أقرب إلى الوسط. والثاني هو أن هؤلاء الناخبين بدلا من ارتباطهم بمواقف أي من الحزبين يقومون بتحليل موضوعي للظروف في البلاد ثم الإدلاء بأصواتهم وفقا لذلك، لا سيما الانفصال عن الحزب الذي تم التصويت له سابقا إذا كان الاقتصاد في مأزق. الناخبون المتأرجحون غالبا لا يتمتعون بمواقف ليبرالية أو محافظة في جميع المجالات، ويفضلون أن يتم التعريف بهم على أنهم معتدلون ولديهم نفس المسافة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري طبعا. لكن في ذات الوقت هناك فئة أخرى لديها مزيج من المواقف الليبرالية والمواقف المحافظة، وعلى أساسه يقوم أفراد هذه الفئة باختيار مرشحهم المفضل. البعض الآخر يحلل في مركز معظم القضايا الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية للنواب السابقين، وعلى أساسه يتم التصويت. وأيضا هنا فئة وتعتبر صغيرة من الوسطيين أو المتأرجحين ليس لديهم مواقف سياسية وجل اعتماد هؤلاء على الاقتصاد والقضايا القانونية والاجتماعية والقوانين الاجتماعية وإلى حد ما قضايا المرأة الأمريكية. وهناك نقطة أخيرة على هؤلاء المتأرجحين، فهم لا يحبون أن يروا نفس الحزب في البيت الأبيض لأكثر من فترتين، لذلك يسعى هؤلاء الناخبون المتأرجحون لمنع أي من الحزبين من الفوز بأكثر من ولايتين، ما قد يقلل من حظوظ الديمقراطيين هذه المرة بهذه الانتخابات.